فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إنها طلقت من رجل وهو على الشرك والبدعة وعندها أولاد منه، وهي قد صارت على العقيدة الصحيحة والحمد لله، وتزوجت رجلا آخر على العقيدة الصحيحة. سؤالها إن زوجها الأول يطلب أن يأخذ الأولاد منها، فهل له حق في ذلك؟ الأول ليس زوجا لها، وهي مسلمة وكافر مشرك، ليس زوجا لها، لا يبطل العقد إذا أسلمت تبين منه، إذا أسلمت وهو بقي على الكفر تبين منه، وإن كان عقد عليها وهي مسلمة فالعقد غير صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من قضية الأولاد والحكم بهم هذه عند المحكمة، لكن لا زواج بين مسلمة وكافر، لا يعقد من جديد ولا يستدام إذا كان قد عقد من قبل. نعم.